أعلنت كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث ومسرح الدانة ومساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية وآرت كونسبت عن فعاليات وبرامج مهرجان ربيع الثقافة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مسرح الدانة. وشهد المؤتمر حضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وسعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. في نسخته 17 يعود مهرجان ربيع الثقافة هذا العام في 14 من فبراير المقبل، مستدرجا إلى مملكة البحرين مجموعة من أكبر العروض والأنشطة الثقافية من البحرين والوطن العربي والعالم. وتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مسرح الدانة. يعود مهرجان ربيع الثقافة هذا العام ببرنامج متنوع نثمن فيه مشاركة الشركاء من المؤسسات الأهلية والخاصة في هذا البرنامج الذي يعطي للجمهور المحلي وللسائح فرصة للتعرف على الثقافة البحرينية من خلال البرامج والأنشطة المتعلقة بالمواقع المختلفة وبثقافة البحرين المتنوعة، علاوة على العروض العالمية التي يستقطبها هذا المهرجان في كل نسخة. هذه العروض تبرهن أن البحرين وجهة سياحية ثقافية، نشكل من خلال هذا الحراك الثقافي فرصة للزائر للتعرف على ثقافات العالم، لنؤكد بأن البحرين دائما تحتضن العالم بثقافاته المختلفة. يقدم ربيع الثقافة هذا العام برنامجا حافلا من الفعاليات التي تحتفي بالأدب والموسيقى والفن والتشكيل والمسرح، وسيستهل المهرجان أولى فعالياته على خشبة مسرح البحرين الوطني مع حفل يزينة للفنان البحريني القدير أحمد الجميري بمصاحبة فرقة البحريني للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان. هذا المهرجان طبعا مهرجان متميز لأنه يسلط الضوء على الحركة الثقافية والفنية في مملكة البحرين وما توليه الحكومة وحكومة مملكة البحرين للحراك الثقافي في المملكة. وطبعا يتميز هذا المهرجان بانطلاقته في 14 من فبراير مع يوم العمل عمل الميثاق وهو 14 فبراير. مهرجان ربيع الثقافة هو جسر يمتد بين مملكة البحرين ومختلف الثقافات حول العالم ليعكس صورة المملكة كمركز للإنتاج الحضاري ما يعزز الحراك الثقافي.